التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، والانطلاقات تتواصل هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي في يوم الختام وختام أيضا سباق المؤسس طيب الله ثرى. على بركة الله مشاهدينا الكرام، فترتنا الصباحية حاملة الإثارة وحاملة لنا المنافسات القوية هنا على أرضية هذا الميدان. شوطنا 16 في الانطلاق والمسار الأول، على البركة مشاهدينا الكرام. الحلو في الانطلاق والمسافة هي 8 كيلومترات. نبدأ مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة. هناك ند الشبه على المركز الأول، سهيل بن سالم بن محمد بن عويضان العامري يقدم لنا ند الشبه على الصدارة وعلى البداية. المركز الثاني مياس على المركز الثاني، مكتوم بن الشبه السبوسي ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام أساطير سالم بن علي بن سعيد البريص المري ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام المركز الرابع من الجانب الآخر، هناك غند تنطلق على المركز الرابع عتيق بن محمد بن عطشان الهامري رابعا، والمركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الآخر هناك توافيق سفر بن عقاب بن مساعد الزيد الشريف ينطلق على المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة، والحيل بالتحدي، الحيل في المنافسة. يا محلى الرقص مع الكبار، يا محلى الرقص مع الكبار، والكبار لابد أن تعود مع البداية والصدارة. هناك ند الشبه، ند الشبه على المركز الأول، سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا ند الشبه على الصدارة وعلى البداية. المركز الثاني هناك مياس مكتوم بن الشبه السبوسي ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز أساطير سالم بن علي بن سعيد البريس المري ينطلق على المركز الثالث، والمركز الرابع، رابع المراكز، رابع التحديات. هناك توافيق سفر بن عقاب بن مساعد بن زيد الشريف مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز هناك منصورة محمد بن ناصر بن محمد الجفالي النعيمي ينطلق على المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى لمجريات هذا الشوط، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع صدارة هذا الشوط. شعار قصور من حقق الفوز في الأشواط الماضية، وهذا هذه هي ند الشبه، ند الشبه على المركز الأول. سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا ند الشبه على الصدارة وعلى البداية. مياسة تأتي مع المركز الثاني، مكتوم بن الشبه السبوسي ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز هناك توافيق تنطلق مع المركز الثالث. سفر بن عقاب بن مساعد بن زيد الشريف على آل زيد الشريف على المركز الثالث، والمركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام. هناك أيضا التقدم من أساطير سالم بن علي بن سعيد البريس المري على المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز منصورة محمد بن ناصر بن محمد الجفالي النعيمي ينطلق مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى لمجريات هذا الشوط، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع ند الشبه، لنا عودة مع ند الشبه على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا ند الشبه على الصدارة وعلى البداية. منصور على المركز الثاني، مكتوم بن الشبه هناك مياسة على المركز الثاني، مكتوم بن الشيبه السبوسي ينطلق مع مياسه، سلاله صوغانيه تنطلق على ثاني المراكز والمركز الثالث. ثالث المراكز توافق، المركز الثالث مشاهدينا الكرام
توافيق على المركز الثالث. هناك سفر بن عقاب بن مساعد الزيد الشريف ينطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز من الجانب الآخر. التسلل من أساطير سالم بن علي بن سعيد البريص المري يتقدم في هذه اللحظات، تقدم ملحوظ وملموس ضمن هذه المنافسات المتميزة. المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام، هنا الدخول من ندى عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي، وصل الخليفي على المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع ند الشبه على المركز الأول. سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا ند الشبه على الصدارة وعلى البداية. مياسة على المركز الثاني، مكتوم بن الشيبة السبوسي ينطلق على ثاني المراكز. المركز الثالث، ثالث المراكز، هناك ند عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز من الجانب الآخر، أساطير سالم بن علي بن سعيد البريس المري على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدين الكرام، توافيق تنطلق على المركز الخامس. سفر بن عقاب بن مساعد الزيد الشريف ينطلق على المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة، ولكن نعود مع ند الشبه على الصدارة. هناك سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا ند الشبه على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز، مياسة تنطلق مع المركز الثاني. هناك مكتوم بن الشيبه السبوسي يقدم لنا مياسة مع ثاني المراكز. المركز الثالث، هناك ندى عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي ينطلق على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز، أساطير سالم بن علي بن سعيد البريس المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز، هناك تراحيب، مرحبا بهذه. هناك احمد بن خليفه بن سالم بن حاسوم الدرمكي ينطلق مع المركز الخامس، يتقدم في هذه اللحظات تقدم ملحوظ وملموس. يا سلام، ولكن نعود مع القمه، نعود مع الصداره، نعود مع ند الشبه على الصداره وعلى المركز الاول. سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا ند الشبه على البدايه وعلى المركز الاول. المركز الثاني، ثاني المراكز، ندى عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي ينطلق مع المركز الثاني والمركز الثالث. مياسه على المركز الثالث، مكتوب بن الشيبه السبوسي ينطلق مع ثالث المراكز. المركز الرابع، رابع المراكز من الجانب الاخر، وصل بن حاسوم هناك يقدم لنا هذه الانطلاقة. ترحيب أحمد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، هناك أساطير سالم بن علي بن سعيد البريس المري مع المركز الخامس. يا سلام على هذا الأداء الرائع هنا على أرضية هذا الميدان. ولكن الحيل بدأت بالانطلاق، بدأت بالتقدم رويدا، ولكن نعود مع ند الشبه على البداية. سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، شعار قصور يسيطر على زمام الشوط. بوابة العبور ال2 كيلو يا اخوان، ال2 كيلو ما تبقى عن نهاية هذا الشوط، وند الشبه على البداية. سهيل بن سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثاني تتقدم من خلاله. هناك ندى عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي، غيرت الصدارة ندى وانطلقت بناموس هذا الشوط. وترحيب تنطلق على المركز الثالث، أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي ينطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز، مياسة مكتوم بن الشيبة السبوسي مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، هناك توافيق سفر بن عقاب بن مساعد الزيد الشريف ينطلق على المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى. يا سلام، وصل إشعار الهاملي أحمد بن عامر بن محمد بن خلفان الهاملي. يا سلام، يقودها هناك
يقود هناك أيضا في هذه الانطلاقة الرائعة. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع القمة، نعود مع شعار الخليفي عبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي، يقدم لنا ندى على الصدارة وعلى البداية. الله الله يا الشهواني، الله يا الشهواني، من يقود في عملية التضمير والتدريب؟ ولكن مياسة تتقدم، مكتوم بن الشيبة السبوسي يتقدم مع مياسة، وحضور واصله للهاملي أحمد بن عامر بن محمد بن خلفان الهاملي الغوشري على المركز الثالث. يا سلام، وهناك ترحيب على المركز الرابع، هناك ترحيب أحمد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي مع المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر أساطير سالم بن علي بن سعيد البريس المري. ولكن نعود مع الخليفي، ولكن حضور الهاملي تتقدم. يا سلام، أحمد بن عامر بن محمد بن خلفان الهاملي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الأداء الرائع. 500 متر أخيرة وحضور، حضرت على البداية، حضرت على الصدارة. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الرائع اللي يتقدمه، حضور على المركز الأول أحمد بن عامر بن محمد بن خلفان الهاملي. مشكور يا الغوشري من يتابع هذا الشعار، السلام للغربية، السلام للغربية إلى مدينة زايد، إلى مدينة زايد للهاملي بالتحديد. تهانينا والناموس أحمد بن عامر بن محمد بن خلفان الهاملي. مشكور يا خميس يا الغوشري من يتابع هذه الانطلاقة الرائعة. يا سلام يا سلام، ولكن أساطير واصلة، أساطير للبريس. يا سلام سالم العلي بن سعيد البريس، ولكن حضور قفلت زمام هذا الشوط. تهانينا والناموس لك يا الهاملي على فوز حضور بالمركز الأول أحمد بن عامر بن محمد بن خلفان الهاملي. المركز الثاني أساطير سالم بن علي بن سعيد البريس المري. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت فيه ترحيب أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. المركز الخامس ندى عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. والمركز الخامس، كانت فيه سمحة بجاد بن سعيد بن بجاد بن عبد الله الهاجري. يا سلام يا سلام، هكذا مشاهدينا الكرام التحديات 13 دقيقة كمالا. تهانينا والناموس احمد بن عامر بن محمد بن خلفان الهاملي. مشكور يا خميس يا الغوشري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت من خلاله مشاهدينا الكرام، المركز الثالث كانت فيها اساطير سالم بن علي بن سعيد البريس المري. 13 دقيقه ثانية وحدة، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كانت فيه ترحيب أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. 13 دقيقة 2 جزء 1 يتمن من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.